وضعك في الصورة غايتنا. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. 2022 غادي نبداوها بالحماق الجزائري بامتياز. انا متاكد الا زدت غير شهر واحد نبارطاجي لكم بحال هاد الاخبار على الجزائر، يا اما غادي ندخل لسبيطار الحماق، يا اما غادي نولي نستعمل شي حاجه اللي ما كايناش. هاد الخبر اللي نزل في هاد اليومين كيف ما كتشوفوا، الجزائر ام الكون، وكاله الفضاء ناسا اصل الفضائيين من الجزائر. الرعد، واش حنا ساكنين في الجنب ديالنا فضائيين وحنا ما على بالناش؟ بركاتك ابويا عمر، هاد الناس راه فاتوا بويا عمر. وانا كنقرا هاد الخبر عاد عرفت علاش ديك الاستاذه الجزائريه اللي قالت لهم بان الجزائريين خلقوا قبل ادم، الناس راه اصلهم فضائيين وحنا ما على بالناش. الناس خلقوا قبل ادم، جاو من الفضاء وساكنين في جربنا كياكلوا غير اللحم الحامر والبغال، وهما كي البغال. اللهم لا شماتة، اللهم لا شماتة. خليكم مع شنو قالت استاذه في الجزائر. كما نقولوا حنا بيدو ولا بصبعك، يعني الامازيغ هم اول البشر على وجه الارض حتى قبل ادم. هناك من يتفاجئ هنا ويقول كيف قبل ادم؟ حنا درك كي خلقنا الخالق ماهوش حال خلقنا يعني نعرف كلش من الوهله الاولى. اذا قبل ادم معناها الذي ذكر في معناها في كل الديانات كان هناك بشر كانوا معناها في شمال افريقيا. اول بشري هو يعني قد وجد في مراكش، كان هذاك اول بشري. لست انا من اقول هذا، بل علماء السلالات البشريه الانثروبولوجيا يقولوا باللي اول انسان ولا اقدم انسان عاقل عاقل، لانه يعني بالنسبه للانسان العاقل قد وجد في اثيوبيا، ثم سافر هذا الانسان طلع حتى وصل شمال افريقيا، ثم قد وجد من الانسان العاقل العاقل. ما الفرق بين هذا وبين ذاك؟ هو ان الانسان العاقل العاقل هو الذي استعمل اللغه. اذا اقدم لغات العالم واصل اللغات هو الامازيغيه، ولست انا من اقول هذا فقط، بل قالها قبلي من علماء الأنثروبولوجية، وأقولها من خلال أيضا مؤلفي ومن خلال كل الأشكال ما قبل المسرحية في الفرجة الأمازيغية، سواء أكان ذلك في تونس ولا في الجزائر، يعني معناها في ثمود الثمزغة يعني سكومتها. دابا شكون اللي خلق قبل ادم؟ واش الجزائريين او المغاربه؟ واش احنا حماق؟ كنتصنتو لدوله زادش في 62 تورينا التاريخ وتقولنا بان اصل البشريه كانت موجوده قبل سيدنا ادم. اللهم شماته، احنا ماشي كنضحكوا عليهم، وانما كنبغيو نبارطاجيو الاخبار ديالهم، كيفاش كيتناولوا الاخبار ديالهم، كيفاش كيضحكوا على الشعب ديالهم باخبار ما يقبلها حتى الحماق، فكيفاش يقبلوها اللي بالعقل ديالهم. فيديو ديال اليوم غادي نشوفوا الاستاذ المصري عماد فواز كيضحك على الاعلام الجزائري اللي قال لك بانهم غادي اجلوا كاس امم افريقيا لكره اليد بالمغرب، حتى نزل عليهم الاتحاد الافريقي وقال بان البطوله غادا تنظم في مدينه العيون وقلميم المغربيتين. نخليكم مع شنو قال الاستاذ عماد فواز، نتمنى تفاعلوا مع الفيديو بشكل كبير، ما تنساوش تدعمونا بلايك. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا دائما. السلام عليكم ورحمة الله، بخير لباس عليكم. كلام نهائي، الرباط تعلن تنظيم بطولة إفريقيا لكرة اليد رجال في الأقاليم الجنوبية المغربية في قلميم والعيون. كلام نهائي، هتعقد البطولة إن شاء الله، تنظم يعني في شهر يونيو 2022 شهر 6 اللي جاي. كان حصل لغط استغلته وكالة الأنباء الجزائرية والجماعة إياهم في أنهم يعملوا بطولات كما هي العادة وزفوها في الصحف وشاهد قبل الحذف. القصة مش كده خالص. الموضوع أن البطولة كانت المفروض تعقد في شهر يناير اللي احنا فيه ده في المغرب في الأقاليم الجنوبية في العيون وقلميم، لكن القرعة حصل فيها مشاكل فنية في الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، فنية، مشاكل فنية كما هو معلن دلوقتي على موقع الاتحاد، ممكن أي حد يدخل يشوفه. فحصلت القرعة وقدمت زاميبيا والجزائر اعتراض يعني إنها تنظم في العيون، يعني كالعادة هم بيعملوا كده في أي حاجة على فكرة، حتى لو مش بطولة أي حاجة لازم الاتحاد ياخد الشكايات دي بمحمل الجد، يفحصها يعني، لازم يقبلها. قبلها وفحصها ولحها في البوبال كالعادة يعني، لأن لا مش أول مرة دي تنظم
بطولة في الأقاليم الجنوبية، اتنظمت بطولات على فكرة كثيرة جدا إفريقية في العيون عادي جدا. يعني ده موضوع الكرة، ما فيش حد بيدخل السياسة في الرياضة إلا الجماعة إياهم، الدولة اللي هاك يحط ده في ده وتلاقيه مدخل. وشوفوا حتى صحفهم دلوقتي في البطولة العربية حاجة بائسة جدا، معارك وانتصرنا وغزونا وحررنا وحاجة مش هتلاقيها اللي عندهم، مش موجودة والله ما تلاقيها في الدنيا اللي عندهم. هم لهم السبق في دي، يعني لهم السبق في دي، لهم سبق في أول رامبوا في الجو، لهم سبق في حاجات كده خزعبلية، بطولات بتاعتهم لوحدهم. المهم القصة وما فيها إن الاتحاد خد الشكايتين بص فيهم ولحوهم، لكن القصة وهم طبعا زفوا في الصحف ان الجزائر لغت البطولة لانها في اراضي بين قوسين محتلة والخارطي. ده كلام مش صحيح. القصة مشاكل فنية في القرعة نفسها داخل اتحاد كرة اليد، الاتحاد الافريقي لكرة اليد الرجال، واتأجلت بناء عليها او حصل اللغط اللي حصل ده، لكن القصة لم تثار ابدا داخل الاتحاد انها تقام في العيون ولا ما تقامش، تقام في المغرب ولا ما تقامش. هتقام ان شاء الله في المغرب في شهر كان المفروض في يناير، اتأجلت لشهر 6 و 22 يعني بعد 6 شهور، وهتقام ان شاء الله في الاقاليم الجنوبية. كمان الحالة الوبائية دلوقتي مخلية الكل المغرب قافل اجواءه، ففي يعني لغط من كل اتجاه وفي اضطراب في كل اتجاه. معظم الدول دلوقتي قافلة حدودها، المغرب قافل حدوده، لا يمكن ينظم بطولة بدون جماهير في شهر واحد. إذا كان هو قافل الأجواء، مفيش دلوقتي لا سفر لا طالع لا خارج لا داخل، مفيش. وبناء عليه ده إلى جانب المشاكل الفنية داخل الاتحاد نفسه اللي تمت في القرعة، اتأجلت قال لك خليها في شهر 6، في 6 بيكون الحالة الوبائية هادية. فده اللي حصل. انما هم قاموا واخدنا بقى قال لك لا الجزائر وزاميبيا قدموا بتاع واعتراض واصلا اقاليم، ده كلام فاضي لان الاتحادات ما بتبصش للكلام ده. ومش اول مره كما قلت، مش اول مره تنظم بطولات في الصحراء المغربيه في العيون. يعني ده موضوع تجاوزوه، لكن هم يعني مثلا بطوله افريقيا للانديه الفائزه بالكؤوس سنه 2016 ما اتعملت في العيون. الرياضة ما فيهاش الكلام ده، ما بيحسبوش الحسبة دي، دي رياضة في النهاية. إلا الجماعة دول الخرطي دول هم بس اللي في دماغهم السياسة في الرياضة، في البطولة، في المحاربين، في المقاتلين، في اللاعبين، في الدنيا داخلة في بعضها، في شنقريحة، في بليلي، في كله كله مع بعضه كده. وشو يقروا صحفهم دلوقتي؟ خلصنا موقعة وغزوة كأس العرب، داخلين في غزوة كاس افريقيا، والغزوات هم كده وصحفهم كلها. ويطلع رئيس الاركان شنقريحة، رئيس اركان الجيش، رئيس اركان الجيش يقول لك كاس العرب حمت دولة من المخططات العدائية الخارجية والداخلية والمؤامرات. والله العظيم نشرتها صحيفة البلاد عندهم، وكنت حطيتها على الصفحة عندي في الفيسبوك، حاجة ما تصدقهاش أبدا يعني. فهو ده الموضوع. كاس إفريقيا لكرة اليد الرجال سيعقد إن شاء الله في شهر 6 في مدينة العيون ومدينة جولميم المغربية. كلام نهائي. كون إن حصل عطلة فده مش بسبب الملتمسات والكلام الفاضي ده، لأن الكلام الفاضي ده بيقدموه في كل حاجة وأي حاجة. يعني هما كده قاعدين مثاليين، يشوفوا المغرب هيعمل ايه يبعتوا شكايات زي الجار السو. عارفين الجار السو اللي قاعد لجاره كل ما جاره يعمل حاجة يقدم فيه شكاية للمقاطعة وللقايد؟ هي كده بالظبط، يقدم للاتحاد الافريقي والاسبانيا وبتاع، الغوا الاتفاقيات الاقتصادية ويرفع دعاوي الخاوة ضد المغرب، اصل مش عارف الاقاليم الجنوبية، ولا يقدم في كل حتة وعلى اي حاجه. هم كده، ده طبعهم من زمان، دي سياسه من ايام هواري بخروبه، محمد بومادي، محمد بخروبه الشهير بهواري بومادي. هم كده. ويطلع يقول ايه كذب
يعني يجيب حقيقة. في مشكلة في الاتحاد الافريقي لكرة اليد، في مشكلة، في اخطاء فنية، في حاجات فنية تخصهم، ودي مش اول مرة تحصل بالمناسبة. يعني الغاء القرعة مش اول مرة تحصل، لا في كرة اليد ولا حتى في كرة القدم، بتحصل وفي اوروبا بتحصل عادي جدا يعني. وللظروف الوبائيه اللي احنا فيها، الاتحاد الافريقي طول النهار يعمل الوباء وتداعيات كورونا ومواجهه كورونا، اللي حضرها وفد برلماني جزائري وقعد يقول له نحيي فلسطين، قال له فلسطين احنا بنتكلم في كورونا، فاكرين الواقعه دي؟ قلبوا عليها على اليوتيوب هتلاقوه. رئيس الوفد البرلماني الجزائري راح يحضر حاجه عن كورونا برضو، فاعليه لمواجهه كورونا وتداعيات كورونا، قعد يقول لهم نشكركم على هذه الجهود، اما بالنسبه لبند فلسطين فنحن ندعم القضيه الفلسطينيه ونشكركم على ده. قال له فلسطين، احنا جبنا سيره فلسطين يا عم الحاج، انت مع التلقيح الثالث كانوا بيقولوا ناخد جرعه ثالثه ورابعه ولا لا؟ يقول له اكرر مره اخرى احنا موافقين على البند الاول والثاني والثالث ومعرفش ايه، اما بالنسبه لبند فلسطين فنحق. قال له فلسطين، بيقول الراجل ده والله العظيم. فهم كده، هم خرطي خرطي، مش هتلاقوا زيهم بصراحه. ولذلك احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لان هم بينشروا هذا العبث. وبنقول ليه الناس الاصدقاء اللي جربوهم وشافوهم وتاكدوا من كلامنا ده في كاس العرب مؤخرا، يا جماعه خدوا بالكم دول ما تصدقوهمش، دول في كوكب لوحدهم. يعني هذا النظام بصحافته باعلامه بقطيعه من ذباب الكتروني و ده ما تصدقوهمش، دول في عالم لوحدهم، عندهم المفاهيم غير المفاهيم عندنا، هي نفس الكلمة لكن مفهومها عنده غير عندنا خالص، صدقوني والله. ولذلك ما تاخدش على كلامه، يعني خليه داوي، خليه داوي لوحده كده، داوي في الخاوي كده، سيبوه لوحده داوي، ما تاخدوش على كلامه. فهم دائما تلقوهم كده في الكورة، هتلاقوه دخل المحاربين في المقاتلين، في الجيش، في الرياضة، في السياسة، في الإعلام، شنقريحة ماسك الإعلام ويقول لك الأمن البلد و توحد البلد وكاس العرب، والله العظيم يا اخوان يقول لك المؤامرات الخارجيه والداخليه، وقف ضد المؤامرات الداخليه والخارجيه، كاس العرب مال ده؟ كوره كوره. فاذا صحافه الجزائر بقى لها اسبوعين عماله تزف وبتاع، ولغينا البطوله ووقفنا البطوله وشوفوا البطوله اللي احنا عملناها، لغينا بطولة كأس إفريقيا لكرة اليد رجال من بين قوسين طبعا حسب الخارطي اللي بيقولوه أقليم المحتلة خالص. أتحدى حد يدخل على موقع الاتحاد الإفريقي لكرة اليد ويطلع بجملة فيها الكلام ده. مشاكل فنية، أخطاء فنية، حاجات فنية اتأجلت عشان أخطاء فنية، تعاد القرعة عشان أخطاء فنية، ما لهاش علاقة. قصة في القرعة، احنا بنتكلم في القرعة مش إلغاء البطولة، القرعة. إنما تأجلت البطولة، أجلوها من يناير ليونيو، من 1 لـ6 بس كده. فكل اللي قريتوه في الشروق ووكالة الأنباء الجزائرية واللي قالوه المسؤولين ده سيبك منه، ده كالعادة يعني أي كلام في أي كلام. إذا المسألة زي ما قلت لكم كده، البطولة ستقام إن شاء الله في موعدها. أقيم قبل كده بطولات كثيرة جدا في العيون عادي جدا. الرياضة ملهاش دعوة بالكلام ده، ده كلام فاضي. هم بيحاولوا دائما يخلطوا الأمور في بعضها، متعطشين لأي بطولة فبيخترقوا البطولات، زي ما هم دلوقتي عاملين قصة على جميع الدول العربية والخريطة، ولأ أصل الخريطة وأصل حاطين الخريطة كاملة، أصل الخريطة ناقصة، أصل الخريطة أصل المخزن، وأصل كلام فاضي ولغط غير موجود. يا سيدي خلينا من الخريطة، التكتل العربي بالإجماع، خد بالك حط تحت دي 100 خط، التكتل العربي بالإجماع يقف وراء مغربية الصحراء. الدول اللي ليها أصوات في مجلس الأمن العربية قطر والسعودية، الاثنين أمام مجلس الأمن أكدوا على مغربية الصحراء. دا
دول عربية أعلنت كلها بالإجماع أنها مع مغربية الصحراء. أم عملت ما عملته بالرمبوا بتاعتك الجوية والبؤس اللي عملته مما تسميه أنت تصعيد وهو شيء بائس مضحك شيء طفولي ضد المغرب، تدخلت الدول العربية كلها مش للمغرب، قالت لك أنت عيب صح، وانت قلت الملف مغلق والملف بتاع، لان انت لو قعدت معاهم هتبقى بائس، فقفلته وقعدت تطنطن وفجأة قمت طبيب ساكت ولميت نفسك ليه؟ ده موضوع بقى اللي بنتكلم فيه بعدين. اذا القصة برمتها عبس في عبس فلا تصدقوا هؤلاء. القصة اخطاء فنية، مشاكل فنية في القرعة ادت الى تأجيل البطولة، تأجيل البطولة وليس إلغاء. وممكن تدخلوا على الاتحاد، موقع الاتحاد نفسه، الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، وهتشوفوا الكلام ده، تأجيل القرعة. إنما البطولة ستعقد في شهر يونيو اللي جاي 2022 إن شاء الله في مدينة العيون وفي مدينة جولميم، وسبق لي بطولات اتعملت قبل كده في العيون، والرياضة ملهاش علاقة بالسياسة وإلا في الدولة اللي هكا، والمسألة منتهية. ولذلك الرباط أعلنت امبارح، المغرب أعلن صراحة عن الموضوع، فلا تصدقوا الخرطي. ودي الحكاية، نشوفكم على خير. كان هذا أول فيديو ديال اليوم، خليوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، ما تبخلوش عليا بالرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركنش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العادة نشوفوا فيديو جديد وديما مغرب.